في مشارق الأرض ومغاربها تقوم الحضارة الإنسانية على العلم والمعرفة. لقد وهب العلماء العرب والمسلمون آثارهم العلمية للإنسانية، لأنهم سبقوا باختراعاتهم ما توصلت إليه الإنسانية بعدهم بقرون. عباس بن فرناس، غير الطيران، القلم، شارلمان والغرب أول ساعة وصلت عندهم من وين جات؟ أول صاروخ من صنعه؟ هالعمارات والمساكن اللي احنا فيها من وين جات؟ ولكن الحضارة لا تكون منيعة من غير ثقافة، والثقافة تقوم أساساً على الإبداع والمعرفة والعلم. ونحن أمة اقرأ، الكتاب بالنسبة لنا هو أساس في ازدهار الحضارات. وقد وهبت العصور العربية والإسلامية مئات الكتاب والأدباء ممن أغنوا الحضارة الإنسانية. لتبقى بذلك المعرفة أساساً تبنى عليه الحضارات.